أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. ما إن وطئت قدما أوستن وزير الدفاع الأمريكي أرضية المطار في إسرائيل إلا وكل من القسام ترسل رسالتها إلى جانب حزب الله. فالرسالة الأولى بالنسبة لحماس كانت ظاهرة بفيديو شيوخ من اللحظة التي أقفل فيها أو توقف فيها موضوع المفاوضات حول الأسرى من هناك يبدأ، لأن الخلاف تم حول الرجال الشيوخ أو الرجال المسنين. إذا لدينا هذا التفصيل الشديد الأهمية بأن المفاوضات يجب أن تبدأ من حيث انتهت، ويجب على الإسرائيلي أن يفهم ذلك، وما رفضه في الجولة الأولى سيقبله في انطلاق أي جولة ثانية بالنسبة للمفاوضات. فكان هذا بمثابة الرسالة الأساسية بالنسبة لرسالة الشيوخ نحو أوستن وزير الدفاع. المسألة الثانية أن هناك فيديو يرى فيه على الأقل الأمريكي أن حماس وصلت، القسام وصلت إلى كاميرات وأيضا إلى عدة أو أكثر بالنسبة للجنود الإسرائيليين، يعني سقوط تكنولوجيا، سقوط كاميرات، سقوط بندقية كما ظهر. إذن هناك أشياء سقطت في يد حماس وستقاتل بها، وهناك أسرى ستقاتل بها أيضا. إذن بالنسبة لهذه الحرب، حرب ستستمر وهناك خسائر لدى الطرف الآخر، وهذا الذي حاول إثباته ابن القسام. إذن الرسالتان واضحتان، رسالة المفاوضات يجب أن تنطلق من حيث انتهت الجولة الأولى، والمسألة الثانية أن الحرب متواصلة وهناك قتلى، بل وهناك وصول إلى تكنولوجيا أمريكية وإسرائيلية متقدمة، وستستثمرها القسام في مواصلة نضالها من أجل الدولة الفلسطينية. المشكل كله لدى أوستن أنه طرح التحالف الدفاعي في مقابل حل الدولتين ورفضه نتنياهو هذا الخيار، ورفض نتنياهو ولم يجب أي مسؤول إسرائيلي عن صفقة التوقيع على التحالف الدفاعي في مقابل قبول إسرائيل بالدولتين. وبذلك فإن إسرائيل لا تريد أن تؤكد هزيمتها لا في 7 من أكتوبر، والآن أنقذتها أمريكا ولم تعترف لأمريكا بشيء. لهذا فالوضعية اليوم يجب على أمريكا أن تدفع أكثر، وهذا هو الطريق الوحيد بالنسبة لأمريكا. إذا القسام من جهة وإسرائيل أوصلت الرسالتين، هؤلاء مع الدولة الفلسطينية، مع دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومع كل ما يتعلق باستحقاق الوصول إلى الدولة الفلسطينية في 67. وهنا الرفض الكامل، وهذا الذي يزيد من إحراج الإدارة الأمريكية، لأن حماس ليست أكثر تطرفا من اليمين ليكود أو أيضا من الأحزاب الدينية الحاكمة. لهذا فالوضع هنا صعب جدا، ولا يمكن تخلص الأمريكي من نتنياهو أو لم يتخلص، فمن الصعب جدا أن يتحدث الإسرائيلي الآن إلى ما بعد الحرب وما بعد نتنياهو. إذن هذه الصورة التي قد تضع إسرائيل أكثر تطرفا، إلا في حالة واحدة، الوصول إلى هزيمة، وأمريكا لا تستطيع أن تساهم أو تسكت عن هزيمة إسرائيل، وبالتالي فإن وضعيتها وضعية حرجة جدا إلى أبعد حد. إذن الأمر هنا حاسم، إنه انتصار للعالم الليبرالي، للعالم الحر كما سماه جالانت، ولكن في آخر المطاف ليس هناك أي اعتبار للقانون الدولي، ليس هناك اعتبار لأي شيء،
وبما فيه القانون الآن الإنساني الدولي تحترمه إسرائيل حسب الأمريكيين، وهكذا فحالة الإنكار وصلت إلى هذه الضرر. إذن لدينا هذا المعطى بالنسبة لرسائل حماس وبالنسبة لردود إسرائيل. لكن المدهش للغاية أن هناك رسالة قوية للغاية مسكوت عنها في شمال الكيان، وقادها حزب الله. حزب الله لأول مرة يجرب ذخيرة مدفعية دقيقة جدا، هذه مسألة أساسية أولى، وضربت منصتين للقبة الحديدية، مما جعل الوضع مأساويا قبل نزول طائرة وزير الدفاع، لأن الشيء الذي لم يكن يعتقده أن هناك ذخيرة دقيقة موجهة ودقيقة عبر المدفعية في حزب الله تضرب منصتين دفعة واحدة وتخرجهما عن الخدمة وتحرق بشكل كامل المنصتين. معنى ذلك أننا أمام حرب أخرى، حرب خطيرة للغاية، لأن المدفعية الدقيقة بهذه الذخائر الذكية المحتمل أن تكون إيرانية حسب دائما الأمريكي، فإن هذه الذخيرة الذكية التي صدمت أصلا الأمريكي وصدمت كارني وصدمت ماسون، هاتان المدمرتان الأمريكيتان من طراز أرلي بارك ماسون وكارني، كلاهما تلقتا هزيمة أن الصواريخ المنطلقة من اليمن لم تعترض ولا واحد منها، أي أن كارني وماسون فشلتا في التعامل مع صواريخ، مع هذه الصواريخ البالستية المنطلقة ضد السفن. وهنا سأشير إلى شيء رئيس في التاريخ العسكري، خذوه مني. لم يكن في التاريخ العسكري إطلاق صاروخ باليستي على سفينة، هذه لأول مرة يحدث أن صاروخا باليستيا يوجه مباشرة إلى سفينة ويدمرها. وفي هذه الحالة فاستخدام الصواريخ البالستية ضد السفن هذا يعني مباشرة إمكانية إطلاق هذه الصواريخ البالستية ضد السفن الأمريكية، السفن الحربية الأمريكية، وأيضا وهذا هو المهم إمكانية وصول هذه الصواريخ ما دامت لدى الحوثي فأكيد لدى حزب الله، فستصل أوتوماتيكيا إلى حاملات الطائرات لأنها سفن. إذا إن كانت هذه هي صدمة اليمن، فهناك الصدمة الأكبر التي ظهرت اليوم، ضرب مباشر بالمدفعية الدقيقة ضد منصتين للقبة الحديدية ودمرتا. هذا التطور تطور استثنائي غير مسبوق إلى حدود هذه اللحظة، وقد يذكر مرة ثانية بأن استخدام المدفعية ضد الدقيقة هنا الموجهة والدقيقة، وأنا أسطر هنا قبل أي شيء، يعني ليس إطلاق لمدفعية لقذائف مدفعية، نحن نتحدث عن قذائف مدفعية موجهة ودقيقة ضد منصتين للقبة الحديدية أخرجتا عن الخدمة. لأن الإسرائيلي ماذا قاد في هذه المرحلة الأخيرة؟ ليتذكر الجميع وخصوصا المتابعين بأن أهم ما عمله في الراهب مثلا أنه قصف بشكل مباشر الرافعة أو الآلية التي يمكن أن يعمل من خلالها الإسرائيلي على تكنولوجيا وعلى فنيات للتجسس، هذا كان معلوما بالنسبة للراهب، وقصفها مباشرة حزب الله، وبعدها أخذ قواعد مستحدثة وقصفها مرة ثانية في اللحظة التي زار فيها جالنت رمطلة وصرح بما صرح به قبل أن يصل وزير الدفاع، فكان يريد استعراض العضلات
وزير الدفاع الإسرائيلي كان يريد استعراض عضلات قبل ساعات من استقبال وزير الدفاع الأمريكي، فكأنه يريد أن يرسل الرسالة، فخابت الرسالة الأولى وضرب بالصواريخ كل المناطق التي أراد أن تكون قواعد مستحدثة، وأيضا أمر البديلة، يعني ضربت القواعد المستحدثة والقواعد البديلة عن المستحدثة للراهب ولسعسع، فضربت أيضا البارحة. واليوم هناك صدمة كبرى موجهة أساسا لوزير الدفاع الأمريكي، الأمر يتعلق مباشرة بهذه الذخائر الذكية، قذائف ذكية للمدفعية موجهة، هي التي أصابت منصتين للقبة الحديدية، وكل القبة الحديدية الأمريكية، وهذا المشروع الذي موله الأمريكي ثم أعاد تمويله إلى آخره. هناك قصة طويلة بالنسبة للقبة الحديدية، القبة الحديدية تضرب بمدفعية دقيقة موجهة من طرف حزب الله قبل أن يصل أوستن إلى المطار في إسرائيل. هذا هو المستجد الأساسي الذي يمكن التأكيد معه، أننا أمام طفرة، أمام رسالة لا يمكن أن تكون عادية. هذه الرسالة هي التي يمكن إقرارها الآن بأن الرسائل التي للسنوار ورسائل حسن نصر الله في 48 ساعة 75 ساعة كلها كانت رسائل ميدانية، وحاليا انتهت بأكبر رسالة، هي رسالة ضرب القبة الحديدية، منصتي القبة الحديدية دفعة واحدة ومن خلال المدفعية الذكية، القذائف الذكية للمدفعية. إذن هذا هو التطور الاستثنائي بعد أن لاحظ الجميع أن البارحة كان فيه محاولة استعراض عضلات للجيش الإسرائيلي انتهت بطلب سلام. وجالانت اليوم لا يتحدث، يتحدث أن إسرائيل وجودها على المحك، ليس لأنه دخل خان يونس، اليوم هو في عمق ما بعد الشمال، لم يستقم له شمال غزة، لا تزال المقاومة قوية، ولكنه الآن يضرب في رفح، يضرب في خان يونس، يضرب حيث يريد في غزة. لكن الأمر بالنسبة لعدم استطاعة الجيش الإسرائيلي أن ينشر كاميرات على أرضه 5 إلى 7 كيلومترات عن الحدود، لا يستطيع لا أن يركب كاميرا ولا أن يعمل أي شيء، أي فنية، أي تكنولوجيا. وفي آخر المطاف نجد أن ما يستقوي به الأمريكي الإسرائيلي من خلال القبة الحديدية تضرب المنصات، منصات الإطلاق، نحن لا نتحدث عن صواريخ للقبة الحديدية أو اعتراض صاروخ بصاروخ، نحن نتحدث عن مدفعية تقصف المنصة وينتهي هذا. إذن هذا التطور الذي دفع جالانت إلى الحديث مباشرة وبالقول الفصيح أن إسرائيل، وجود إسرائيل على المحك، أو اختبار وجودي بالترجمة الحرفية عن العبرية، يعني أن هناك صعوبة، لأن لا إمكانية. نعم استطعت أن تصل، أن تضرب، أن تعمل ما تشاء في رفح، فلم يكن هناك رد، هذا صحيح. وهناك من يفرض عليك في الشمال 5 إلى 7 كيلومترات بدون كاميرا، بدون رادار، بدون شيء. وعندما تقدمت بمنصتيك للقبة الحديدية لتقول إن هذا لا يمكن أن يمس، ضرب أيضا، وهذا يعني تجاوز كبير للغاية للخطوط الحمراء، فيما هناك تثبيت لخطوط حمراء غير مسبوقة مع الجيش المصري على حدود رفح. هنا في الاتجاه الآخر نجد أمرا شديد الأهمية، إذ في اللحظة التي يتحكم فيها الإسرائيلي لشاحنة طعام أو دواء أو ماء تدخل إلى، يعني ما قبل
شنبيت يراقب ما قبل دخول هذه الشاحنات إلى داخل رفح، يعني قبل رفح وفي الأراضي المصرية هناك حضور إسرائيلي. عندما يطلب من هذا الإسرائيلي نفسه أنه لا يستطيع أن يعمل كاميرا على بعد 5 كيلومترات إلى 7 كيلومترات عن الحدود الرسمية عن الخط الأزرق، هنا المفاجأة، المفاجأة لأمريكا قبل أن تكون لإسرائيل، ولإسرائيل التي دفعت بوزير دفاعها أن يكون في الشمال من أجل أن يصرح بما يجب أن يصرح به قبل وصول الأمريكي، لنجد أن الأمريكي لامس هذا الخط ولا أيضا حاول أن يقوله جالانت. جالانت يريد السلام ويريد عودة، يعني عدم إبقاء المعطى لما هو عليه. ويبقى أوستن الآن رابطا لكل تطور بحل الدولتين، هذا هو الأمر الواضح الآن، التحالف الدفاعي مع أمر الدولتين. وهنا يقول جالانت بأني لا أناقش قضية الدولتين، الوجود الإسرائيلي على المحك، على أي حال حتى أتمم هذه المعركة. وفي الحسم الذي قرره نتنياهو جالانت وغيره، فإن أمر العسكري الأمني سيكون لإسرائيل في غزة نقلا عن تجربة الضفة، بل ستكون أكثر كارثية منها. على أي حال، إذن هذه الوضعيات هي التي تحاول المقاومة تغييرها، لا من خلال شمال الكيان ولا من جنوبه ولا أيضا أبعد من ذلك في البحر الأحمر، عندما تحسم أوراق كثيرة في الحصار مقابل الحصار. والآن لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى الحدود الدولية إلا إن عادت إلى الحدود الدولية لما قبل 7 أكتوبر. هل سيصل حزب الله إلى هذه المرحلة؟ إن كانت المقاومة قد وصلت إلى حصار بحصار كما فعل الحوثي تماما، فحاصر الموانئ وضرب السفن إلى حين رفع الحصار الغذائي والدوائي عن سكان غزة، فالإمكانية أيضا لا عودة لإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر في شمال إسرائيل إلا إن عادت إلى ما كانت عليه في جنوب إسرائيل. فهذا الربط ربط استراتيجي خطير للغاية، هذا ما يجب نقله بأمانة، لأن بعيدا عن تشويشات الإيديولوجية والتسطيحية المقصودة، فإن هذا هو خيار القراءة الاستراتيجية الحقيقية للمقاومة وللمحور ولكل ما يمكن الوصول إليه الآن بمربعات دقيقة يمكن نقلها من أجل فهمها بالشكل المناسب. وهذا الذي يزعج بشكل كبير جدا الأمريكي في هذه المرحلة على وجه التحديد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.